بصوا يا بنات، النهارده انا هصور لكم صدر بتاع عبايه. شايفينه شكله عامل ازاي؟ وفي الماس من هنا ده. ده الصدر بتاع العبايه، لقيت جزء كبير جدا عند حسين. ودي تتعمل اسوره عبايه، دي ممكن تتحط على الصدر بتاع العبايه بتاع الشتوي دلوقتي، حاجه بسيطه كده تدي منظر. اهي كام واحده، ممكن في ناس ياخدوها يحطوها على حرف بتاع الملايه. بس كل الجزء اللي عند حسين النهارده اباليك زي ما انتم شايفين، والصدر اللي انا قلت لكم عليه. انا مش شايف حاجه جديده في اللي انا فيه ده، لو لقيت حاجه جديده كلها صدور زي اللي انا بقول لكم عليها دي. الصدر ده حلو قوي، وبرده فيه الماس زي ما انتم شايفين، شكله حلو. بس حسين عنده برده جبرات اهي، بس هي عايزه تتغسل، هي يعني عايزه تتغسل، بس الدنيا هتبقى ماشيه يعني. وجه اطول اهي. حسين حسين، يلا هقول لكم سعر مش موجود عند حد خالص، ب 3 جنيه. ده ب 3 جنيه اهو، ده شكل واطول. بصوا الطول بتاعه يعني طويله ما شاء الله، ده جزئيه كبيره اهي منها. تيجوا تاخدوا منه هنا في سوق التلات اللي عند بنك ناصر الاجتماعي. في منها شكل ده عايز تتغسل بس، وحد ياخدها يكويها تبقى حلوه قوي. المتر ب 3 جنيه من جي. عنده خرط اهي، حد عايز ياخد بطاطا يا جماعه، الراجل بتاع البطاطا بيعدي على رسومات اسلامي، ناس كتير قوي كانت بتاخدها السنه اللي فاتت تحطها على شغل رمضان. تمام. في دوت كنار بتاع عبايه بس يتحط على ديل العبايه من امام بس فقط لا غير. في ده كوتات، الكوت بتاع الاساور تعمليها للجاكيت او للبنطلون. واساتك اهي، دي اساتك اهي بتاعت وسط الجاكيت. اساتك الكود الكامل والاساور بتاعتها بكام بقى يا حسين؟ ده الاسورتين ب 5. الاسورتين من دول ب 5، شيك قوي. ودي 5 جنيه. ودي 5 جنيه. الاستك دوت اللي هو بتاع الكود بتاع التيشيرت، بيتحط في دوران التيشيرت كده عشان يمسك كود استك او البنطلون. تمام. والاثنين اللي عليهم النمر دول الاثنين ب 5، حلوين قوي. زي ما قلت لكم يا بنات، احنا في سوق اللي في الجيزه، انتوا بتسموه سوق الجيزه اللي عند مترو ام المصريين. ده حسين والجزء بتاع القماش. الاساتك دي صعب قوي، عريضه جدا عريضه جدا. الاساتك دي عنده اساتك زي ما انتوا شايفين، عنده قماش بواقي بتبقى يعني متر 2 متر 3 متر على حسب ما انت تشوفيها بقى. القماش ده مش فسكوز، خامة كده شبيهة للفسكوز بس مش فسكوز. لو عنده عباية كمان متقفلة يا بنات زي ما انتوا شايفين، وفي عباية قماشة بتاعتها قطيفة فرنساوي بس القصة بتاعتها يعني تحس انها متوصلة. تمام. وحاطين القلب غلط، يعني دي اللمعة بتاعت القماشة، دي كده العكس، كان سول تتقلب عشان تدي نفس اللون بتاع اللمعة اللي فوق. حاجات دي تخلي بالكم منها جدا وانتوا شغالين في القماشة القطيفة الفرنساوي، لأن ليها لمعة ولما تيجي تعكس القماش بيطفي. فتيجي تشتغلي هتيجي تلاقي العباية بتاعتك نص ونص وشكلها مش حلو خالص. ده كده ايه؟ عبايات. ده كده عبايات عنده. وفي هنا حاجة في ايدي مش عارفة اوصفها لكم، يعني هي عباية عايزة الجزء اللي تحت بس. دي قماشة دي حلوة قوي قوي برضو. صلى على النبي كده يكسب. بص كده شوفي ده، الصلاة والسلام. بص السري دي خامة تركي. بص الخامة دي حلوة قوي، فساتين دلوقتي. الله اكبر، دريسات فساتين دريسات. بص الشغل بتاعها ده بكام المتر يا حسين؟ ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. شتوي شتوي ب 150 دولار. شتوي 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 في مصر ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. بص الخامة عرض عرضين دريسات. ده كده على جراي في اسود، وفي اسود خالص. الاسود كله منقوش، بس الخامة بتاعتها حلوة قوي يا شتوي. يتعمل فستان جميل جدا. ودي الكالوش بتاعها. الله، كما جميلة. بص الرسمة بقى بها زهرة قوي في الاسود، جميلة جدا. وباربعين جنيه، حلوة قوي. ده كده بواقي الفسكوز، اللي فاضل لها بقى كم، اللي فاضل لها صدر ظهر. تعالوا نشوف الحتت اللي بيقول عليها ب 5 جنيه. دي الحتة ب 5 جنيه، هي اصلا عبارة عن ايه؟ طلعها كده، طلعها كده في الميزان.
ايه دي خامة جلد دي ولا ايه؟ ده جيبة، جيبة وفتحة وجاكيت اهو. عدي يا روحي. لا الحتة بخمسة جنيه. والله بس هي فيها حاجة كده لونها كحلي فيها. خمسة بخمسة، بص افتحها لك. لا ما تفتحش بقى، ما هو ده جاكيت انت عمال تبوظها ليه؟ بص عمال يبوظ القماش. طب انت استفدت ايه لما بوظت الجيبه كده؟ اهي فيها سوسته بقى، ابيعها يعني قماش؟ وفي سوسته كمان لو عايز استخدم السوسته. يعني انت عايز تقول ابوظ الجيبه خالص؟ احنا هنعملها على الظهر بتاعها بقى قطيف. هي قطيفه الظهر بتاعها. الظهر بتاعها قطيفه. انت ناصح، ممكن نقلبها. الظهر بتاعها قطيفه من جوه، من بره جاكيت زي ما انتم شايفين اهو. بس الازرق اللي فيها ده يا ترى هيروح ولا لا؟ بصوا حتت اهي تتعمل في وات، يعني الحتت دي كده بخمسة جنيه. تعملها، تعمليها في وات. نجيب خمسة جنيه تتعمل في وات اي حته، لانها فوطه من ورا ومن الظهر ومن الوش. خلي بالكم لو حتت بواقي ووتر بروف كمان. الحته بخمسة جنيه اهي، حته بخمسة جنيه ووتر بروف. ودي ووتر بروف برضو، الظهر بتاعه مشمع اهو. الحته بخمسة جنيه، حته محترمه كبيره اهي. والحتت اللي هو بيقول عليها تتعمل فيه ودي برضو حلوه، بس في ووتر بروف تاني ما شاء الله. كل دي قصات للووتر بروف، يعني شريحه وبخمسة جنيه اهي. شرايح ووتر بروف بخمسة جنيه. اللي بتتعمل فوطه دي، ده الظهر بتاعها خشن، مش هتنفع معاكي فوطه. الوش بس هو اللي ينفع فوطه بصراحه. اهي دي اهي تتعمل فوط للمطبخ، الحته بخمسة جنيه اهي. بس دي ملزوقه في دي، عاوزه بس حد يظبطها ويقصها تطلع معاه في وات. ده كده كمان ووتر بروف. دي كده الجزئيه بتاعت حسين اللي بخمسة جنيه. بس خليكي ماسكه وانا بوريهم الجاكيت. بس اوريهم الجاكيت. لا لا بص الجاكيت ده حسين بيقول بخمسة جنيه. هقول لكم ليه بقى احنا في الغلطات دي. اديني الوش عشان اوريهم الازرق. بصوا في حاجه زرقاء كده، معرفش دي هتطلع مع الفانيش ولا لا، بس هو شكله جميل جدا. جلد من بره ومن جوه قطيفه تحفه. يعني بلاش الخمسة جنيه، بس هتطلع الشغل اللي فيه ده ولا لا معرفش. يعني احنا مالين واقفين على القطع دي عجبانه وبخمسة جنيه، بس مش عارفين هتطلع ولا لا. بس خدنا منها برضو، يعني حتى لو ما طلعتش اكيد ليها حل ان شاء الله. كده وبرده حتت اهي، بس معرفش دي بخمسة جنيه ولا بكام. جيب متر ب10 وب7 جنيه المتر الاساتيك العريضه دي. المتر ب10 جنيه العريض ده، وب7 جنيه الرفيع، عشان انا ما قلتلكمش في خلال الفيديو المتر بكام من الاساتيك. احنا عند حسين زي ما انتم شايفين اهو، ونرجع تاني ونروح للقطع اللي احنا مصورها هنا. بكام يا حسين؟ بكام؟ ب10 جنيه. ب10 جنيه المتر. ب10 يا حاجه هنا. والابيض اهو، الابيض الاربع اربعات اهي ب10. 10 جنيه. عرضه كام ده يا حسين؟ ب10 جنيه. واهو الوانات، واللي يجي بصي خامل. اللهم صل على النبي. ده بصي خامل يجي اهي، بصي اللي يجي عرض 180 ب10 جنيه. ده كله داخل العرض، ده كله داخل العرض. ب10 جنيه حاجه داخل العرض اهو.